محافظة المنيا محافظة تختلف عن باقي المحافظات الجنوبية، لأننا محافظتين مختلفين تماما عن باقي المحافظات، مش المنيا بس، المنيا والعريش. هما دول محافظتين لهم تاريخ مختلف، تم تفكهم على مدار عصور كبيرة جدا. العصور دي ترعرعت فيها ونشأت فيها جماعات متطرفة. الجماعات المتطرفة دي ظلت في هذا المكان لها نشاط فكري ولها تمويل ولها تكوين مجموعات وميليشيات، وده حصل في العريش وحصل في المنيا. العريش ظل التسليح في العريش تسليح كبير جدا، وليهم أماكنهم وليهم ناسهم في تسليح لمقاومة الجيش والدولة في وقت معين. هنا عندنا ظل الجماعات المتشددة على مدار عصور كبيرة جدا ظلت تعمل داخل المجتمع في المنيا. ترتب على كده يعني لما نيجي نشوف برضو ان تاريخ المنيا من بداية احداث السبعينات والقتل السادات كان المنيا. الجامعات الاسلامية ونظامها كان في الجامعات المصرية، في الجامعات التعليمية في المنيا كان لها نشاط جامد جدا، واحداث الجامعات كانت رهيبة جدا داخل جامعة المنيا. التاريخ اللي بعد كده تبص تلاقي القتلة رفعت المحكوم من المنيا، رئيس الكتلة البرلمانية في 2010 من المنيا، رئيس برلمان الإخوان كان من المنيا، وكان دائرة المنيا في الانتخابات، وهو رئيس حزب حرية العدالة، رئيس حزب الوسط من المنيا. تيجي تبص تلاقي أول فرد رابعة أكبر الأحداث، وكان نصيب المنيا هو نصيب الكبير ونصيب الأسد في الأحداث، كانت محافظة المنيا. حاجة 60 كنيسة منشأة مسيحية دمروا في المنيا. المنيا أول ما حبوا إن هم يستخلوا أو يستولوا على أرض كانت في المنيا. المنيا هدفهم إن هم تكون عاصمة لإمارة إسلامية. عدم استقرار يترتب على كده عدم استقرار اقتصادي، عدم اقتصاد أمني، عدم استقرار أمني يترتب على كده برضو تدخل الغير في شؤونك، ويبتدوا بقى يفرضوا عليك عقوبات ويبتدوا يضغطوا عليك بوسائل ضغط. مين اللي عمل ده؟ تنظيم الخارجي مع الداخلي. بدأوا فين؟ في المكان اللي هو فيهم أكبر تجمع ليهم. طيب يبدأوا ازاي ويعمل ده؟ نخش بقى يعني هو بيعمل ايه بالظبط عشان يعمل كده، او دليل انه ده تنظيم. اول حاجة كل الاحداث اللي موجودة كان اساسها اشاعة مش اساسها واقعة، في فرق انه اساس واقعة معينة يتسكر في انها اشاعة. تمام. فاحنا يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا ان احنا اساس الامور اشاعة. طب ايه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ زي يا يعني كل القرن اشاعة ما بين اشاعة على ان هناك علاقة بين المسيحي وفتى مسلم. كوميلوف اشاعة ببناء كنيسة، هو مش كنيسة اساسا بني، اشاعة. والبيت زي ما هو، يعني ما فيش مثلا البيت زي ما هو، اشاعة ان البيت ده هيتعمل كنيسة. نزلة يعقوب اشاعة. حتى مقتل نجل الكيان ده إشاعة. فكل الأمور دي كلها منبثة إشاعة. لكن أنت ولا شفتني بقى من الكنيسة، ولا البيت اللي أنت بتقول عليه ده يصلح كنيسة، ده بيت 60 متر في كوميلوف والبيت التاني 80 متر، والبيوت دي مقاومة من زمان مش مقاومة حديثة. تمام. يبقى هنا مفيش واقع. فانت بت 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 بتقوم وبترتكب جرائم وترهب وتعمل وتبلطج، وفي الاخر ما عندكش وقت.